هي رسالة البناء وليس الهدم، هي رسالة البياض وليس السواد، إنها رسالة محبة. بهذه الكلمات عبرت ماريا فرهاد ملكة جمال العراق عن لقبها الذي حصلت عليه من بين 17 منافسة من مختلف المحافظات لتتوج بهذا اللقب لعام 2021، والذي كان برعاية إعلامية لقناة الرشيد الفضائية. احتفى فنانونين وبابنة سهرها من خلال احتفالية أقيمت في ناحية الحمدانية شرق مدينة الموصل. ضمن واجبات نقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى أن تحضر كل النشاطات والفعاليات التي تدور في محافظة نينوى، واليوم كانت حاضرة لتقديم درع الإبداع والتميز لملكة جمال العراق ماريا فرهاد التي فازت في ملكة جمال العراق اللي هي من قضاء الحمدانية من بغدادة، ونحن طبعا في محافظة نينوى سعيدين جدا بهذا الفوز. هذا الفوز يعتبر هو فوز لكل أهالي نينوى ولكل العراقيين، وقامت نقابة الفنانين اليوم بتقديم درع التميز والإبداع لملكة جمال العراق. استقبال مهيب حظيت به ماريا مع وصولها منطقة بغدادة مركز قضاء الحمدانية ومسقط رأسها، واحتفال حاشد حضره عدد كبير من الفنانين وذويها معبرين عن فرحتهم بما حققته ماريا من إنجاز يحسب لهم. احنا اليوم فخورون بهذا اليوم العظيم اللي ماريا فرهاد تصير حفيدتنا وشالت اسمنا واسم منطقتنا واسم محافظنا وعراقنا. كل الشاطرة كانت، حتى هي صغيرة بالمدرسة وهاي هم كانت شاطرة، ويوم الهاجرنا يعني شفنا ما شفنا، والحمد لله والشكر، ونشكر رب العالمين ونشكر جيش العراق والكل من شارك والحرر سهل نينوى. بما أنه كنت من يعني المشجعين من الأول ودعمتها، فحبيت أنه أكون متواجدة معها بهالاحتفال. لما وصلنا لمكان الاحتفال الناس كثير مبسوطة، يعني يستقبلوها بكل حب، وأنا أتمنى أنه ماريا، أتمنى لها كل الموفقية والنجاح إن شاء الله، وأشوفها بأعلى المراتب. حاليا احنا بقرقوش مش بعاد على مدينة محافظة الموصل، اللي انا كثير احبها. اشوف الحياة بلشت ترجع تدريجيا، وطبعا العراقيين بيحبوا الحياة وبتمنى لهم كل الخير واحبهم كل شهوايا. السنوات التي عاشتها بعيدة عن منطقتها هاربة من تنظيم داعش بعد أن سيطر عليها كانت انطلاقة لماريا في تحقيق النجاح، تبث من خلالها رسالة مفادها حجم المعاناة التي عاشها سكان هذه المناطق وكيف عادوا ليكونوا صناعا للحياة من جديد. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.